مقبرة الغزالي هي من أهم المقابر القديمة الواقعة في جانب الرصافة من بغداد، وهي بالقرب من محلة باب الشيخ الجيلاني من جهة الخارج، وتقع الآن على الشارع العام المعروف بشارع الشيخ عمر قرب المقبرة الوردية. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من أهم المقابر في محافظة بغداد، وهي مقبرة الغزالية. هواي من المتابعين طلبوا أن نصور لهم هذه المقبرة، واليوم إجينا راح نتجول داخل مقبرة الغزالية ونصور لكم بعض من هذه القبور التي تم دفنها في هذه المقبرة. تعالوا ويانا راح نتجول داخل هذه المقبرة، وهي المقبرة طبعا كبيرة جدا وواسعة وتحتوي على الآلاف المؤلفة من هذه القبور. ومقبرة الغزالي تضم قبة فيها مرقد يعرف بمرقد الغزالي، وجاء ذكر الغزالي المذكور في هذه المقبرة في وقفية سلحدار حسين باشا عام 1186 هجرية، أي 1772 ميلادية. ولم يعرف من هو صاحب هذا القبر، وشرق هذه المقبرة عدة مراقد متصلة بمقام الشيخ عبد القادر الجيلاني باتصال سور بغداد، وتخص آل الخضيري وآل الدرقزنلي وآل الشيخلي وآل الشوربتشي وآل الباتشتشي وآل الأورفلي. هذه المقبرة تضم العديد من المقابر فيها من مختلف الشخصيات، وأيضا توجد في هذه المقبرة العديد من القبور الغير عراقيين، أي وجدنا لقبور من دولة باكستان وباقي الدول العربية وغير العربية أيضا موجودة ومدفونة داخل هذه المقبرة. احنا اليوم جينا لهذه المقبرة لأن هواية من المتابعين طلبوا من عندنا أن نجي إلى مقبرة الغزالي اللي موجودة في بغداد العاصمة حتى نصور هذه المقبرة ونصور هذه القبور ونسلط الأضواء على اللي موجودة داخل هذه المقبرة. هاي باكستانية تعرف نقول من خلال باكستانية. أعزائي المتابعين، خلال التجوال اليوم في مقبرة الغزالية لاحظنا هذا القبر المرحومة اللي هو عائشة بيكم عبد الله من باكستان الباكستانية، رحم الله من قرأ صوت الفاتحة إلى روح المرحومة عائشة. أتمنى عجبكم الفيديو لهذا اليوم اللي سوينا لكم مقبرة الغزالي أو الغزالية ببغداد اللي قريبة من مرقد الشيخ الجيلاني. أتمنى تتفاعلون بالقناة، لأن بصراحة ماكو أي تفاعل من عندكم ولا لايكات. أعزائي المتابعين، حلقتنا لهذا اليوم من مقبرة الغزالية في محافظة بغداد العاصمة. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.